مرحبا بكم لما تعبوا مقابلة الجولة 11 من البطولة. القمة تلعبت في المجموعة الأولى بين الترجي والنجم الساحلي، والترجي هو اللي فاز بنقاط المباراة بعد الفوز على النجم بنتيجة 2-1. نيس البدري تتحلى نتيجة للترجي في دقيقة 43، من بعد أسير الجزيري عادل نتيجة الإطوال في دقيقة 79، وغيث الوهابي اختطف هدف الانتصار للترجي في دقيقة 86. هلال الشابة فاز 1-0 على الملعب التونسي. بونتو عزيز الشتوي في الدقيقة 30 أول انتصار للشابة بعد 3 هزائم متتالية، والهزيمة الرابعة للتوالي للملعب التونسي. اتحاد تطاوين فاز 2-0 على أمل حمام سوسة. بونتوات اتحاد تطاوين مركاهم ماهر بولافيار في الدقيقة 68، وأمين عمار في الدقيقة 90+5. الانتصار الثاني على التوالي لاتحاد تطاوين مقابل 3 هزيمة على التوالي لأمل حمام سوسة. مباراة النادي البنزرتي والنادي الصفاقسي، مباراة فيها أهداف وفات بالتعادل 0-0. هذا ما يعطينا الترتيب في المجموعة الأولى. النجم الساحلي في الصدارة 25 نقطة، وراه الترجي اللي قلص الفارق بينه وبين الإطوال، مركز ثاني 24 نقطة، اتحاد تطاوين الثالث 14 نقطة، النادي البنزرتي الرابع 13 نقطة، سي اس اس الخامس ب 12 نقطة، ومرتبة الأخرى فيها كل من هلال الشابة، الملعب التونسي، أمل حمام سوسة، الكل عندهم 10 نقاط. في المجموعة الثانية النادي الإفريقي فاز 3-0 على أولمبيك سيدي بوزيد. بونتويت حمدي العبيدي في الدقيقة 5، زوار الذوادي سجل الثاني من ضرب جزاء في الدقيقة 66، وآدم قرب سجل البونتو الثالث في الدقيقة 68. انتصار الثاني على التوالي النادي الإفريقي مقابل هزيمة على الثالث على التوالي لأولمبيك سيدي بوزيد. الاتحاد المنستيري فاز 2-0 على مستقبل سليمان. بونتويت أمرو في دقيقة 27، وعبد الحكيم مقران زاد البونتو الثاني الاتحاد في دقيقة 90+2. ثالث انتصار على التوالي الاتحاد المنستيري مقابل هزيمة ثالث على التوالي لمستقبل سليمان. الأولمبي البيجي واتحاد بن قردان تعادلوا 1-1. كاساكا كان افتتح النتيجة للبجية في الدقيقة 44، وقبل نهاية الشوط الأول تمكن هداف البطولة رفيق الكامرجي من تسجيل هدف التعادل في 45، ورفيق الكامرجي حاليا في صدارة ترتيب الهدفين بتسعة أهداف. نجم المتلوي فاز 3-2 على مستقبل الرجيش. بونتويت رياض الفريوي في الدقيقة 8، بسم الحاجي كان زاد البونتو الثاني في الدقيقة 14، يذل الفريق مستقبل الرجيش عن طريق فالدي في الدقيقة 18، من بعد بسم الحاجي يعطي الأسبقية مرة أخرى لنجم المتلوي في الدقيقة 27، وكبالات تمكن من تذيل الفريق في الدقيقة 37. الترتيب في المجموعة الثانية، الاتحاد المنستيري في الصدارة 25 نقطة، اتحاد بن قردان الثاني 22 نقطة، مركز ثالث أولمبي البيجي 21 نقطة، مركز رابع النادي الإفريقي 17 نقطة، مركز خامس لمستقبل سليمان نجم المتلاوي عندهم 12 نقطة، مرتبة السابعة أولمبيك سيدي بوزيد 8 نقاط، ومرتبة أخيرة لمستقبل الرجيش ب 6 نقاط. كاس تونس الدور 16، الدور ثم النهائي ودور ربع النهائي، القرعة نتاعهم باش يتم سحبها الليلة بداية من 9:15 على قناة 9. كانت هذه ثلاث نشرات الرياضية لليوم، تلقاها على السيت موزايكا فاما بونات. نخليكم أحسن على كل لسان.